خلال هذا الفيديو راح نتطرق إلى أعمال الحوائط. من المفترض أنه نبتدي في أعمال الأسس، ولكن بما أنه إحنا راح ننشئ أسس حوائط فإحنا نحتاج إلى إضافة الحوائط في برنامج الريفت، وبعد ذلك نذهب على الفاونديشن ونختار وول فاونديشن، فلا بد أنه نضيف الحوائط. عمل الحوائط اعتمادا على السكتش الخاص في برنامج الأوتوكاد هو يكون كالآتي: في البداية تذهب على وول وتختار وول ستراكشر، وتذهب على الايديت تايب وتختار ستراكشر وتغير الثيكنس الى 0.25، وبالنسبة للماتريال ايضا تبدي تضغط عليها وتختار الماتريال على اساس انه تكون عندك بريك، وبعد ذلك اوكي اوكي اوكي. طيب عملية الرسم هي راح تكون كالتالي: انه اللوكيشن راح يكون وول سنترال، اوكي وول سنترال اي بمعنى انه من المنتصف. الآن تستطيع أنه تعمل عليه بكلاين إلى الداخل يعني إلى الفيس، ولكن إحنا راح نعمله كول سنترال، فمن المنتصف الخاص في الول وبعد ذلك نتجه إلى هذه النقطة. أوكي نفس الشيء بالاتجاه المقابل من المنتصف، أوكي وبعد ذلك أيضا إلى المنتصف، أيضا نفس الشيء الآن عندنا من المنتصف، أوكي ايضا الى المنتصف. تلاحظ الان هو البرنامج بشكل يعني تلقائي عمل عليهن اوبننج، يعني عمل ترم بالنسبة الى الزائد. وقد عندنا هذه الغرفة، تستطيع انه تعملها على اساس ان هي ريكتانجلر، يعني تبتدي من هذه النقطة وتبتدي وتنتهي بهذه النقطة، اوكي ولكن انه حذار انه راح يعطيك ايرور عليه باعتبار انه اوكي انت بديت رسمت حائط فوق حائط. فالان نفس الشيء اخذ لاين عليه إلى هذه النقطة، أوكي فأخذ وول ستراكشر لاين من المنتصف، أوكي وبعد ذلك بالاتجاه المقابل. طبعا بهاي العملية راح أهمل وجود الفتحات الأبواب، لأن احنا فتحات الأبواب راح نعملها في يعني باستخدام الفتحات، فاحنا أيضا راح نهملها هنا. أوكي طيب الآن بقى عندنا المطبخ، نفس الشيء اوكي. تلاحظ انه البرنامج هو بشكل تلقائي عمل الترم على الاجزاء الباقيه. الان نفس الشيء يطبق على الاستقبال، اوكي الاستقبال وول وول ستراكشر، اذهب على 3 دي فيو ونشوف النتائج. اوكي راح تكون عندك بهذا الشكل. الان نعمل عليه، نضغط على الشيفت وبعد ذلك الزر الخاص في السكرول الاسفل حتى تعمل عليه ريتيت، راح يكون عندك بهذه الصورة. الان فقط نعمل يعني التقوس، فنذهب على ليفل 2 وبعد ذلك نحدد الوول، نختار عليه كرييت سيميلر اي اوبجكت كرييت سيميلر، وبعد ذلك نختار بيك لاين وليس لاين، نختار بيك لاين ونغير اللوكيشن لاين الخاص فيه الى كور فيس اكستريور، ونضغط ضغطة واحدة بهذا الشكل. اوكي الان اتجه على 3 دي فيو، هيكون عندك بهذا الشكل. طيب نغير الفيجوال افكت، اتجه على الديتيلز اجعله فاين، والفيجوال افكت اجعله ريلاستيك، راح يكون عندك بهذا الشكل. طيب ايش هذه الخطوط اللي موجوده؟ تلاحظ هذا الخط اللي موجود عندك في الاعلى، هذا خط خاص في الاناليتيكال موديل. فكل اللي راح تعمله انت في الاناليتيكال موديل انه تعمل عليه هايد، هذا ما نحتاجه الان، نحتاجه اثناء عمليه التحليل فقط. فبالنسبه للشكل الوول حيكون عندك بهذه الصوره. شكرا للمشاهده.
وإن شاء الله تكون في فيديو آخر.